أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لرئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي أن عقد القمة الثلاثية في بغداد خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز سبل التعاون المشترك، مؤكدا دعم السلطة التشريعية في البلاد للتعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني. وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي، فإن اللقاء بحث المستجدات في المنطقة وتأكيد أهمية تنسيق المواقف الثلاثية إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق الاستقرار. وعبر الرئيس السيسي عن سعادته لزيارة بغداد، مؤكدا دعم بلاده للعراق وحفظ سيادته وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي الثلاثي.